لأنه هذا الولد رح يجبلنا معه على البيت فرحة كبيرة تملي علينا حياتنا. استنى، لأنه هالولد ابني أنا وابن للاتا. اتركه، هو عم يحكي الحقيقة. أنا متأكدة إن الشك عم ينزرع برأسه هلأ. العلاقات عادة ما بتصير عن طريق الخناقات أو الفرض يا لاتا. قصر سوارنا الجزء الرابع، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.